أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، ما هو موقف المسلم من الفتن التي تموج في هذه الأيام خاصة في بلاد المسلمين؟ لا شك أن الذي ينظر في أحوال المسلمين اليوم يرى فتنا عمت وطمت، وعظم شررها وخبث ضررها، وسببت للمسلمين بلاء وخوفا وذهاب المصالح. والناظر في هذه الفتن يزداد يقينا بصحة منهج أهل السنة والجماعة المبني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن الإنسان لقصور نظره قد لا يصبر على ما هو فيه ويطلب غيره فيذهب ما هو فيه ولا يحصل خيرا، بل يترتب على ذلك الشر العظيم والضرر الكبير. وموقف المسلم من الفتن، أولا إذا رأى المسلم الفتن التي تضرب المسلمين وما نزل بهم من شر، لا ينبغي أن يتشفى بهم ولا ينبغي أن يفرح بما يصيبهم، بل المؤمنون إخوة، فينبغي أن نتألم لألم إخواننا وأن نحزن لما أصابهم من الضرر، وأن ندعو الله لهم بأن يرفع عنهم البلاء، وأن يجمع كلمتهم على خير وهدى، وأن يدفع عنهم شر هذه الفتن. فالمؤمن لا يفرح ببلاء يصيب أخاه، بل يسأل الله عز وجل أن يدفع هذا البلاء عن إخوانه من المسلمين. والأمر الثاني أن يتخذ منه عبرة، والعاقل يعتبر بغيره، فينظر في هذه الفتن التي نزلت بالمسلمين وما سببته من ضرر وما سببته من شر وما أذهبته من خير وما حصل فيه من خوف، وكيف أن الأمر إذا انفرط لا يمكن إحكامه ويصعب إحكامه مهما كان يتخيل الناس، فإن الواقع غير المتوقع. وبعض الناس يقول نحن نريد أن نزيل الشر ونستطيع أن نثبت الخير، فأزالوا ما ظنوا أنه شر ولم يثبت لهم الخير، بل أصبح الناس كالقطيع يعتدي بعضهم على بعض والعياذ بالله. فلا بد من الاعتبار، وأن نحمد الله عز وجل على نعمة الجماعة والإمام. لا ندعي كمالا لولاتنا كما أن لا ندعي كمالا لأنفسنا، ولكن الجماعة خير والولاية خير، فنفرح بها ونسأل الله بقاءها، ونسعى في النصح بالطرق الشرعية الصحيحة المعتبرة. من موقف المسلم في الفتن أنه يلزم ذكر الله ويكثر من قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن يدفع الله بها الفتن عن القلوب. ومن موقف المسلم في الفتن أن يلزم العلماء الكبار، ويحذر من أهل الأهواء والبدع وأهل الألسنة الحلوة قليلة العلم، بل يلزم العلماء الذين عرفوا بالعلم، الذين لا تسمع منهم إلا قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم السلف كذا، فهم الصحابة كذا، كان الصحابة على كذا. ومن موقف المسلم في الفتن أن يحذر العجلة ويلزم الأناه، فإن العجلة في كل وقت يحبها الشيطان، لكنها في زمن الفتن أعظم شرا، فينبغي على المسلم في حال الفتن أن يبتعد عن العجلة ويلزم الأناه. وعلى كل حال، لي محاضرة كاملة اسمها فقه الفتن، وهي موجودة وموجودة في الشبكة العنكبوتية، وأيضا طبعت الآن وموجودة مطبوعة، ويمكن أن يستفاد منها إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع البلاء عن المسلمين، وأن يرزقهم الأمن، وأن يجمعهم على الخير، وأن يحفظ بلدان المسلمين من الفتن، وأن يحفظ جماعة المسلمين وإمامهم في كل بلد، وأن يجمعهم على الهدى والتقى، وأن يصلح حال الجميع، والله أعلم.